الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه آمين. جممت بك يا رسول الله صلاة شفاعتك جممت بك يا رسول الله صلاة شفاعتك جممت بك يا رسول الله صلاة شفاعتك اللهم إنا نعلم أن أفضل الخلق وأجلهم لديك سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا نتوصل إليك بروح الطاهر الطيب أن تجعلنا فرجا ومخرجا إنك على كل شيء قدير. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا لطيف أغثنا وأدركنا بحق لطفك الخفي. إلهنا كفى علمك عن المقال وكفى كرمك عن السؤال. اللهم تفضل علينا واحسن إلينا كلنا ولا تقم علينا. اللهم إنك كنت تدعوني أستجب لكم وما ندعوك فاستجب لنا فإنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نتوصل بقراءة القصيدة المباركة إليك أن تعطينا خير الدارين آمنا وآمنا بفضلك وكرمك وقبل حاجاتنا بحرمة حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تشفي أمراضنا وتشفي أمراضهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من ذهاب الدولة وتغير النعمة وتهويل العافية ومن غلبة الشقاوة. آمين. ونسألك الأمن والأمان والعفو والعافية. آمين. والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر ولا تعسر ولا تعسر ولا تعسر. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.